المتمنيات ديالي هما يصلحوا الوليدات ونعيشوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والله يرحم المرحومين. كاين بزاف الحوايج من المهم بلادنا تقدم وبزاف د الحوايج وزعما حنا بغينا يعني توفر لنا بزاف ديال باش نقراو مزيان باش يكون واحد المستقبل زوين وكنتمنى حتى المجتمع ديالنا يتبدل. المنيه هي الفلوس. اييه واحد 50 ولا 60 مليون. نتمنى كل الشعب المغربي يكون سعيد ويحقق المتمنيات ديالو. كنتمنوا يعم شويه الرخاء للجميع ويسود الامن والامان لهذ البلاد السعيده قياده سيدنا الله ينصرو. متمنياتي ان كل واحد يلقى داكشي اللي يتمناه والله يوفق الجميع. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا مجتهدين والسلامه والعافيه. وليداتي يكونوا مزيانين ان شاء الله. الصحه والسلامه والامان في البلاد. الصحيحة والسلامة وتنتمنى المغاربة كل شيء يكون بالصحة والسلامة وشكرا. صاحب الجلالة اياه ما عجبوني قرارات ديالو السامية. ايوا الشيء كاين حرك شوية الحكومة ناعسة. اياه ايوا تنتمناو يتحركوا هاد الناس كلهم يعني بزاف ديال المشاريع ناعسة بزاف ديال الفلوس تيمشيو هكاك إلى آخره. عجبني المنتخب المغربي كرة القدم هو اللي عجبني هاد العام هذا والوداد يا فكرني والوداد ما عرفت زعما ما طاح لي شي حاجة في بالي دابا زعما بكل صراحة ما يمكنش تلقى شخصية يعني أكثر لمعان من شخص جلالة الملك في هذه السنة هذه لأنه حقق المبتغى ديال الشعب المغربي كامل وفتح افاق للتعاون مع افريقيا الشيء اللي بكل صراحه تال الانتباه ديال العالم كامل وكنحييوه وكنتمناو له التوفيق في الخطوات ديالو المستقبليه ان شاء الله لقياده هذا الشعب ولتحقيق الرخاء للشعب المغربي.